عظم الله أجورنا وأجوركم أعزائنا المشاهدين باستشهاد سيد الأحرار الإمام الحسين عليه السلام وأخيه العباس وكل من كان معهم. حلقة جديدة من برنامج شاقة عشق. حلقتنا اليوم مختلفة باختلاف الضيف ومهمة جدا، مثل ما أني نوهت نرجع بالذاكرة ل 2012 بوقتها. كنت من ببداياتي كانت من اهم المحطات اللي بعمري بانه انا اروح المنتدى حتى اسمع شعر. من الناس اللي احنا او انا شخصيا خلينا نقول من كنت اكتب قصيده كنت اخلي شخوص ببالي من اللي كانوا يحضرون بالمنتدى من الشعراء، فبالتالي نبات اكتب بيت واقول ابدي اقارن بما يكتب. كنت احس بمسؤوليه لانه انا اليوم مثلا راح اقرا قدام فلان. من الناس اللي انا شخصيا تعلمت من عندهم، من الناس اللي وجودهم مهم جدا على مدار عقد من الزمن بالشعر، بخارطه الشعر الشعبي العراقي. على من الناس عفوا اللي خلقهم يجب ان يدرس، شعورهم يجب ان يدرس، قريب على القلب. يجوز تعرفوني بأنه أنا صريح. من أخطائي اللي من المفترض أنه أنا أعتذر عليها بأنه أنا صار تقريبا 5 إلى 6 سنوات ما عندي تواصل ويا هذا الإنسان ويا هذا الرجل. بمجرد ما أنا اتصلت به حتى نخلي حلقة حسيت، بغض النظر عن موضوع الحلقة، حسيت بأنه أنا كأنما البارحة كنا متشافين، ورحت لا عتب لا قال. فخليني استهل الحلقة اولا بشكر جزيل لخلق هذا الانسان الرائع وشعره، وثانيا باعتذار من الشاعر المهم علي خلف. مساء الخير. مساء المحبة عليك وعلى مشاهدين قناة الرشيد الفضائية وعلى برنامجك الرائع. حقيقة انا ممتن لهذه المقدمة. حقيقة. وهذا الكرام ذاتك ومو جديد على مهند العزاوي. انت من الناس اللي اعزهم واحترمهم حقيقه، يعني مو لان برنامجك. الله يعزك ويسلمك. انت انسان راقي، وهذا دليل على طيبه قلبك واخلاقك. شوف ناس بهاي الري، اتمنى ان اكون بمستوى هاي المقدمه. اكيد. ولابد انه نقدم تعازينا بهذا الشهر، نعزي الامه الاسلاميه بذكرى استشهاد ابي الاحرار الامام الحسين وآل بيته الطيبين الطاهرين. ونتمنى أن تكون الحلقة بمستوى هذا البرنامج. بوجودك أكيد. بداية أنت عاذرني. لا أخوي، ما بدون. الله يعزك ويسلمك. بداية حكينا بموضوع بالكواليس يخص البرنامج. يجوز راح نكون احنا أول برنامج الكواليس راح تنعرض على الجو. موضوع يخص الكواليس هي المصداقية اللي مرات الناس تتجرد منها بالمباشر. يخص شعراء المناطق اللي ذكرتها. لحد الان يجوز البرنامج بانطى مديره الصدر لاستحقاق الشعر الكافي. ذكرت لي منطقه المعامل، منطقه الحسينيه. هوايه شباب انجابوا بالذكر بهذا البرنامج. فيعني اذا ممكن اخذ من وقتك اقل الدقيقه اوضح بها في شيء معين. استمراريه البرنامج معتمده على هاي الاسامي وعلى هاي المناطق، فبالتالي اللي ممكن ما اجى ببدايه البرنامج هذا مو معناه بانه هو ما راح يكون الى ظهور. بالعكس، كل شعراء مدينه الصدر وكل شعراء المعامل والحسينيه احنا نعرف بانهم اللي يستحقون. احنا حكينا بموضوع الاستحقاق الشعري. كلهم راح يزيدوني شرف اولا، وينورون قناه الرشيد ثانيا وشركه الرشيد. والما ظهر بالبدايه مو معناه انه مو ما راح اسم او ما يظهر. ليش ما زعلت؟ لانه قد تكون انا قصة. يلا قلت لك انا المفروض مخابرك قبل سنه. احسنت. قلت لك هذا الموضوع بس انت ما كنت تدري بيه. ما ادري انت رجال. اول سؤال، ليش ما زعلت مني وانت من الاسماء اللي المفروض كانت تكون بمقدمه الضيوف بشيكة عشق؟ اولا هو مو من حقي انه ان ازعل على شخص. بالعكس، اذا اريد نعكسها مثلا، اليوم انا كشاعر له حق الرفض والقبول باي دعوه، مو شرط ان تكون ببرنامج يعني. طبعا لربما في مهرجان
شخص وجه دعوة قال له ما أحضر يعني مو طبعًا. ما تعتبر علي إنه مثل بأن اليوم أنا ما رحت إنه خلل معين بهذا المهرجان لربما ظروف أمور تمر يعني بوضعي اللي بتلك الفترة. بالنسبة للبرنامج أنا عاذركم يعني خصوصا بالفترة الأخيرة شوي راح أطلع لأن أنا شوي هذا دائما أريد هذا الجو يعني. لك سولف براحتك. بالفترة الأخيرة حقيقة يعني فرحت جدا إنه صارت البرامج الشعرية تحت ناس اختصاص وهذا ينحسب حقيقة للشعر. تعرف بالفترة السابقة كان شخص إنه ملم بالإعلام أو يعني يقدم برنامج نعم. وكنا نعاني بيها بدليل يعني أكثر من لقاءات نروح بذيك الفترة حتى ما يعرف يسألك يعني بالضبط. أو يقول لك أنت شو تريد بالضبط أو المن جاي يعني ما يعني مرة من المرات برنامج بعيد بدون ذكر أسماء ممثل كان يقدم برنامج زين ومباشر وتعرف أجواء الشعر تختلف إلى خصوصية إلى خصوصية. فأثناء قراءتي للقصيدة قاطعني قال عندي اتصال ومباشر إيه بالله العلم هو ممثل فنرفزت بوقتها طبعا حقك والله مو هينا انه تقطع قصيدتي فصار بيها شلون وانا اعتذر وما اعرف مو في الحديث ياخذ نعم. فبالفتره الاخيره انه فرحت من انه برامجنا ولدنا وناسنا اللي هم لزموا البرامج وفرحت لكم حقيقه لانه هذا تعرف نتاجكم ونجاحكم هو الطيب الله يسلمك هذا نجاحنا وحقيقه وهذا يعني المفروض للكل يعني مو انه شخص معين. فمن صارت البرامج بيد ناس أمينة نقول فهذا على عاتقكم بيبقى حقيقة وهي مو هينة بالنسبة لكم يعني تعب اللي خجل إنه إحراج وبنفس الوقت هو بالنسبة حلقة يعني بالضبط هو ما جانب هذا الموضوع فهذا هاي هم مشكلة العدد كبير من الشعراء شكرا لهذا التفهم لا الحمد لله خلينا نستهل الحلقة بقراءة خادم الحوار بين الحوراء زينب عليها السلام وأخيه الحسين نظر الحسين لخيمة زينب وهي تحترق فرأته الحوراء زينب قائلة لدير الوجه حكي الخيم دخان لدير الوجه حكي الخيم دخان برد نار قلبك وأنا طفيه نادت وسمت لثمت بالشمقاع زين وخذت غترة علو وتحزمت بيها الله الله لا تدير الوجه حكي الخيم دخان برد نار قلبك وانا طفيها نادت وسمت لثمت بالشمقاع وخذت غترة علو وتحزمت بيها الله البخيالي يمر يشتم وحو قرآن اللي يمر بشيل تختك ينسطر بيها عيالك والضعن أمن أمن بروح تنام وعلم نفرش عبات الدنيا غطيها الله إحسياً وداعتك وداعتك كلهن هذن سهلات تمر بي المصائب وأنا عديها المصيبة بروحتك يا بعد هاي وهاي يا كنت الدمعة من عيوني لاغيها الله شنو غير الدمع أبكي حتى ارتاح الله الله يا ممتع شنو غير الدمع أبكي حتى ارتاح دبرني ونختك سالفة أبكي أنا بعين الدمع داخل طمع وياي مول الله يريد دموعي يسبيها الله أنا بعين الدمع داخل طمع وياي مول الله يريد دموعي يسبيها من عد رحت مدريش فرغ بالروح اللي يطب شايل شمس ما يعرفش بيها الله من عد رحت مدرش فرغ بالروح اللي يطب شايل شمس ما يعرفش بيها الله ليلك من خلص الفجر خدت وياك الله الله ليلك ليلك من خلص الفجر خدت وياك أحلفك بيش بس الليلة عدي أنا وشمعت مناوب نخلص الليل ومرات القهر عالشمعة وطفيها خليني احترق اردو صلق دخان بدخان السوائل فرائد دحكيها يمك غيم تدبر لخد لو قاع الناس اللي ما تشبهك ما ادري شبيها الله طفين بحطب وقت نعنيتك ماي الضايق حرقتك بضلوع حكاويتك
خلص شوفن قد ما برا للروس، خلص شوفن قد ما برا للروس، عيون خلاف نورك من يمشيها، اش ما يكسر رمح يطول درب الشام، ومن يعلى الرمح كم قاع يطويها، اش ما يزلف رمح عينك تظل وياي، تتيه جدامنا وراسك يدليها، مرتاحة وعلي تشيروس كم وياي، الله اش ما يكسر رمح يطول درب الشام، ومن يعلى الرمح كم قاع يطويها، اش ما يزلف رمح عينك تظل وياي، تتيه جدامنا وراسك يدليها، مرتاحة وعلي تشيروس كم وياي، بكل خطوة رمش نظرات توديها، نوم العافية صار الرمح كاروك، اجروحك من تفز بدمو عناغيها، بعد للطفحك ولسان شف عباس، زلمهم خيلهم نسوان سويها، الله بعد للطفحك ولسان شف عباس، زلمهم خيلهم نسوان سويها، لعطشكم ضوء خدت القمر وياي، الله الله الله، لعطشكم ضوء خذت القمر وياي، حتى بعز ضواكم ظل مخليها، الله أمن يا ضلع كلهم أصلهم باب وحق ضلع أمه إلا الرسل بيه. الله حسنت، الله يحفظك. مثابر ومستمر بالكتابة على هذا على هاي الفترة أو على هذا المدى الزمني، يعني نسبيا نقدر نقول المدى الطويل، وبهاي الفترة شعريا جت أسامي تصدرت هواي كثرة، منها بقت ومنها راحت ست. ومن ضمن هاي الناس بالحكم المنطقي الشعري اللي احنا نعرفه كانت إمكانياتهم الشعرية وأدواتهم أو شعريتهم أقل من ما يمتلك علي خلف. الله يعزك، كان من ذوقك. شلون تعاملت في هذا الموضوع؟ بصراحة. بصراحة أنا جدا صريح يعني. إيه. تحياتنا لأبو عبد الله. ميثم فالح. تحياتنا له. مرة من المرات قال أنت شلون عايش؟ لحظة. أستاذ ميثم الكبير أخوي معلم يعني كلش مشتاق لك، تحية من القلب لك يا رب إن شاء الله يحفظك ويخليك ومن تألق تألق. قالت شلون عايش؟ شلون ممشي الامور؟ مالت حبيبي انا عندي شويه الشعر مو من اولوياتي حقيقه، هو مو تعالي يعني حقيقه. احب الشعر وهاي شويه عندي بها كلش احب الشعر. يعني انغث ما نسيت ويوجعني قلبي، اولا اللي تصدروا بالمشهد الشعري لظروف معينه، احنا هم كنا في فتره من الفترات ومرات من باب يعني ولحد الان والحمد لله والشكر طبعا. تعرف انت كل شاعر بداياته انه خلنا اكتب طبعا، بعدها الطموح موجود اللي هو خلنا اصعد منصه شويه حد ما تتورط انه تتورط، او اجمل تورط هو هذا حقيقه. شرب قهوتك انه من تتورط وتقدر تترك لك بصمه، يعني مو مجرد انه تتورط وخلص يعني زين، وهاي مهينة يعني ردت تخلي بصمة، فمن تترك لك بصمة في فترة من الفترات اللي كانت القصيدة عزيزة شوي، خلينا نوصل هاي الفكرة. بهالفترة اختلفت هواي أمور، ومن شب على شيء شاب عليه. بنينا حياتنا وتعلمنا من أساتذة اللي سبقتنا ورجال اللي سبقتنا، وأنا شوية من النوع اللي عن جيلي منفرد إنه أنا عاشر الجيل، انحسبت على جيل وقريت وجهي. هو أنا هذا هم أريد أسأله، يعني عشرة جيل شعراء أسماء مهمة، يعني حتى شوية جيل اللي 80 90، أنا مواد 81 ما شاء الله. إيه الحمد لله. بين عليك 97. الله يعزك والله عمي. فبديت بعدها اللي انحسبت على جيل ميثم وجبار، ألف رحمة على روحه. ألف رحمة على روحه. اللي هو كنت بوقتهم لحد قبل فترة تذكرونها، إنه من نقعد يوم هم أقول لهم أكو واحد يمنا جيرانه هيك يقول هي مالتي، ما تقولوا ماني كاتبها. مع العلم بذاك الفترة وصلوا مرحلة اقتنعوا انه انا، قالوا لي سمعنا جيرانكم وسمعنا دليل انه محبتي مهند، كلش احب الشعر، خوف عندي من الاجيال سبقتنا، احترام وهاي لها حوبة حقيقة يعني. طبعا
انه تتعلم انه ناس تنظرك بغير المكان اللي تطرح به القصيده انت محاسب، بالتالي تخاف يعني. هاي قفل علي الباب في احد بيت صديق من الذائقه المهمه يعني، وقاعد الله يرحمه غنم حسن، وهذا التاريخ يعني، والناس موجودين اللي بوقتها. قالوا له ترى علي يكتب. قال شوف علي، انا قبل يومين ناس ذائقه على مستوى عالي بالمدينه دزوا علي باسماء، وما تعرف قرار اللي بهاي الاسماء. اي نعم. قال اقرا، وانا لو نفتح الباب نقول لك لو بعد. فمن قريت، وهاي شهاده من اسم مهم جدا طبعًا يعني طبعا، قال علي انت متاخر. وانا هاي كنت رايتها حتى تتمكن، حتى تقدم صح. بس ما قلت لي شنو احساسك من اجت ناس اقل من عندك شعريه تصدرت المشهد؟ بالعكس افرح للناس. مهند اليوم النجاح ينحسب للشعر، وهاي مو تعالي يعني حقيقه يعني. وانت اذا ما دام ما مصدر للموضوع وما ماخذه بالاولويه، ما ماخذه بالاولويه، فما يعني ما ماثر عليه. والحمد لله وشكر انك تحافظ على اسمك، تحافظ على معيار قصيدتك، على وحده موضوعك وطرحك. بس انت مقصر بحق علي خلف. اكيد اكو تقصير، انت تستحق اكثر من ذلك بكثير. اي فتعرف قلت لك الاجواء اللي صارت، الظروف اللي صار، الامور اللي صارت. قبل فتره كنا نتناقش الموضوع، وانا قلت لك صريح خلينا نكون واقعيين، كنا انا والشاعر الحبيب تحياتنا لتحسين علي نتناقش هذا الموضوع. ما انا جينا للتواصل الاجتماعي متاخرين حق. خذتنا وشلون وليش انشر مثلا؟ تدري مهند اني الله شاهد عندي صفحته، شوف ما انشر ان انتظروني، وبرنامجك نشرت بعد ناطر وقال ايش عجب ها يعني هسه يلا نشرت. انت كلش متاخر. متاخر يعني هذا انت كلش متاخر. فقلت لك موضوع اللي بقينا انا قلت لك نسولف انا تحسين انه ننشر مقاطع، نصور ستوري او هاي الامور اللي ماجي اللي ماشي هسه ماشي. فوصلنا الى مرحله انه قلت له متاخرين فنواكب. كتبت قصيده 28 بيت الله يرحمه علي الشيخ، قال شنو 28 سوي 35. ما انت هسه القصيده صارت ستوري، فرق كبير هواي. فما ممكن ان انت متعود على موضوع تكتب قصيده وتروح تقراها من ناس معينين وتقراها منتدى، منتدى ماكو. هذا راح نجي الموضوع بعدين، بس خلينا نسمع قصيده، نقرا قصيده ونرجع لهذا الموضوع شوي. يعني بالمجال الحسيني احب موضوع اللي تلوين بالوزن او التنويع. تعرف ان تعودنا على نصارى تجريبه هاي بالضبط. قبل سنه كتبت قصيده، ففكره اجت الموضوع اللي هو فكره وزنيا النعي والميمر. نص حسيني: ارتدى زينب دموع الفقد وذهبت عند ابي الفضل العباس سلام الله عليه، سلام الله، فنظرت اليه فقالت: احكي لمن ياه ويفهم، يا وقت ما قصرت تسلم، الما يسوى والما يسوى شتم. الله الله. عوفوا الخيم طفوا النار ونوح، يا اللي يبدل روح اخوي بروحي. الله. احكي لمن ياه ويفهم، يا وقت ما قصرت تسلم، الما يسوى والما يسوى شتم. الله. عوفوا الخيم طفوا النار ونوح، يا اللي يبدل روح اخوي بروحي. بحزني يبدل روح اخوي وروحي، بحزني ودفعت وحرقت الخيمه تهون، عباس انت تشنت كل جروحي، قالوا لي بشر وقلت وفى شويه النهر بس هو كفى، عفت النهر يغرف بكفه، وعفت النوارس يمه تلتم، قالوا لي وينه وقلت عفته، قالوا له طاح وقلت شفت، ظل الوجع يشرب لسكت بجرح الاخو، يا هو يفهم، تهت بدرب دخان بيدفعني، بس دير وجهك لو كنت تسمعني، انا ادري جرح اللي لكم وروح اشيط، عباش ومتن ذكر توجعني. الله. يا اللي داين عين الدمعه، فقد الاخ حط بيه وجع، معقوله صوتك ما نسمع حرقه وخيمنا خاف تشتم، دخانهم سولف حكينا،
ما كنت على النار انت كين. الأطفال تصرخ عمنا وين أنا اتطشر بطاريك ملتم. أظلمت الدنيا يا كين تضاويها. أختك غريبة وعدمة نبخليها. يم ناس ما عندهم قصص تعرق عيب. ناوش نشف أخوي خلت فيها. صحتك لما نشفت لهاتي. نظراتهم توجع عباتي. الله الله. صحتك لما نشفت لهاتي. نظراتهم توجع عباتي. نار كلت ظل وبناتي. وكانت بظل الشمس تحلم. طحت بعرب. بعرب تفرح بموت. الموت حضقوره يا اخوتي. الله الله. طحت بعرب تفرح بموت. الموت شدقوره يا اخوتي. حضقوره يا اخوتي ما صيح. لا ينشاف صوتي. الله. وادم غريبه وعيب تفهم. مو تايهه. روحوا يا روحك خلها خاف اختنق بالدرب خوي اكتم. كانت جفوفك سالمه وانا بخير. عباس هسختك من اللي يلزمها. مو سكتح الصوت الدمع شاع. وعشرتنا خوي خلصت بساعه. بلاشف احس فاهل وداع. المهم كف عليك سلام. سلام الله الله يا ممتع. في دول عمرك. كانت انتقاله قبل قراءه القصيده موضوع المنتديات. حسن بالمدينه كان تدى محمد الغريب اللي هو تدى محمد الغريب نادي الولاء. نادي الولاء اللي حاليا يعني بس ما متفعل بالفتره الاخيره. منتدى اكو منتدى ثالث بس كنت تسعفني الذاكره. منتدى اللي قبل هاي الفتره اللي كان منتدى ثلاثاء. بالضبط. منتدى الجولان منتدى ثلاثاء اللي رسمي صار اللي بالالفينات. هسه شنو الموضوع؟ هسه انا جدا مخور على الشباب حقيقه. وين ينطون وجوههم؟ ايش خلنا نحكيها؟ اي صدق وين ينطون وجوههم؟ يعني شاعر شاب يدخلي على الخاص وانا جدا قريب على الشباب يقول لي ساد وين نروح؟ هاي مشكلة يعني شاب تايه فما تبقى إلا أقول له بابا أنت روح سجل وروح صف على روحك. هو إذا كتب القصيدة بدون مرحلة المنتدى فهي كارثة. كارثة يعني. واللي هو ما عايشين هاي الحالة وأكو بنفس الوقت رغم أنه شيء مفرح طاقات شبابية وما شاء الله اللي أكو بيهم صدروا الساحة وأكو بيهم ما ظاهرين يعني هاي شيء مفرح حقيقة وهذا استمرارية للشعر. والشغله الثانيه مهند ما عاشوا مرحلتنا. وذاك اليوم انا قلت لهم مشكلتكم مهند اول ما طلعوا حسوا ارواحهم هم واصلين. بالضبط. هاي مشكلة. هاي مشكله كبيره اللي هو مثلا توقف يمه تقول له شنو اخبار يقول لك يا معود الشعر خرب يعني هذا اللي واصل مرحله حقيقه يعني واصل الى مرحله اللي هو هسه يعني المفروض شباب روح حضروا. قلت له والله نقرا احنا نلم الكراسي. اي والله احنا كنا نلم الله يرحمه هشام فارس كنا نلم من عندنا على الف الف نجيب جهاز يخلص اللم القطوف يعني مو عيبه. اي والله انا اروح قبل المنتدى لساني اذكر بمنتدى الناس انا بمنتدى الناس اكثر تواجدي والله اروح افرش الكراسي اعدلهن امسحهن على العالم راح تبدي تجي يعني هو لك ومتعه يعني هاي الساعتين يعني الثلاث ساعات اللي انت تقضيها بالمنتدى يعني مو انا ما مصدق تواجدي بهذا هو هذا النجاح الاستمراريه اللي هذا الاجيال اجيالنا اللي استمروا لان اكو اساس صح. المنتدى قلت لهم فرق عن الجمعيه المنتدى يعلم. اي لانه انت اكو ناس دا تسمعك تفتهم بالشعر وناس شاعره يعني عندهم مستوى شاعري عالي وانت من تريد تجي تنافس لازم توصل وما عندهم نهايه يعني مثلا فترتنا تجيك ناس مثلا ما ضابط الوزن مثلا. بالضبط. انا دخلت المنتدى مش ضابط الوزن فيتعلم هسه ايش عندهم يا معود وهذا غير يطلع من الوزن يعني انه ما عيبه يعني هو لازم يتعلم انا قرات نصاري وتشديب اول صعود الي نصاري وتشديب وما كنت اعرف يعني ما اعرف ما كنت اسحف تضرب نصاري وتشديب ان الزياده تكتبها صح تكتبها صح بس بقصيده واحده بس انا ما مو مشكله يعني تعلمنا بعدين تعلمت عفوا بعدين احنا تعلمنا احنا الحضور مالنا زين تحاكي هسه قال لك ما دزوا لي دعوه بابا هي مو دعوه منتدى مو دعوه انتم بس افتهموا فكره المنتدى هسه نادي الولاء موجود نادي الولاء اللي
بقيادة الأخ علي العظيم، تحياتنا له. تحياتنا له. علي العظيم توجه بغير طريقة، اللي هي طريقة استضافة الشاعر اسم مهم من أجيال السابقة، أو يدعى 10 شعراء شباب على الفكرة يعني بحضوره، هو شيء دعم. وهذا الشاعر اليوم من ينزل مقطعة أو قدام أصدقائه، اليوم قريت بحضور سين من الناس. زين. احتفال مختصر على الأجيال السابقة. يعني احتفل باسم، يعني اليوم إذا احنا نريد نحكي بالجو، يعني على سبيل المثال، يعني خلينا نقول من الممكن بأنه تصير تغطية خاصة، خلينا نقول على سبيل المثال، من برنامج تلفزيوني معين. وصارت أكثر من قناة جد؟ صارت يعني. الفكرة هاي بالضبط. وجو 10 شعراء وأخذوا، وإحنا بدل ما نقول ليش الشباب ما يأخذون فرصتهم، أحسنت. فبالتالي أنت ممكن بحلقة واحدة تجمع 10 شعراء، فبالتالي شعراء أسماء لهم. نختار أسماء مهمة وراكم راح تطلع، هذا من تختار زيك وضعك أمورنا، راح تصور قناة معينة بالضبط، يجي أنه هذا توثق له دافع حافز. اليوم أنه من يجي مهند أو يجي سين من الناس من أسماءنا المهمة، وبعد استيجي يغطى هذا، او صارت بفتره من الفترات او تصير امسيه لبرنامج معين. يعني صارت امسيه، يعني تحياتنا للاستاذ الكبير سمير صبيح، يعني كانت عنده برنامج قوافي، سواء ماشي اتذكر سواء عندنا اكثر من حلقه، سواء استضافه للشعر، وكانت انطلاقه لنجوم مهمين يعني. بالضبط. يعني ما اريد اقول اساميهم يعني، بس هم معروفين اسماء، احنا بحلقتنا مال المدينه عرفت كثير من الاسماء مهمه وصاروا نجوم على مستوى العراق، فالمنتدى يضيف. وأتمنى أن نتواجهه. قبل يومين أو أكثر اتصلت بأحد الأصدقاء اللي مهتمين بالشعر حقيقة، إينا. سمعنا خبره كلش فرحت. يلا. أكو خطوة مهمة راح يرجع منتدى غني، هاي خطوة مهمة كلش مهمة وفرحت لها، جاي يعدون حتى لاقين موقع وكان عندي بيه ذكريات هذا. إيه. منتدى مهم. وتحياتنا الحج حامد. حج حامد من الناس اللي انكسر ظهرهم على الشعر الشعبي. أحسنت. يعني هاي والله للأمانة نحكي أكيد لازم نذكر هاي الناس. أنا نوبات أقول أطلع أقول أقول أني بمنتدى الناس أخذت فرصي، الناس تحاول أو تأخذ نظرة بأنه أنا دا أحكي على منتدى الناس حتى مثلا أقلل من 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 قيمة منتدى غني. لا يعني ما كنت قد تأخذ، ولكن هو هذا واقع حال. أنا بجوز التفاوت الزمني كان منتدى الناس ببدايته بالضبط، بس أنا دا أريد أحكي على حج حامد الشمري، فهذا الرجل حتى يأخذ حقه والله حق، من أكثر الناس اللي تعبوا على الشعر الشعبي هو حامد الشمري. لا وحتى يعني صار على وضعه على كتاباته على هاي بسبيل انه يوصل اسماء بالمنتدى. احنا سوالفنا بالشعر اليوم اليوم راح طول. خلينا نسمع قصيده. انا خالد. الله يسلمك. قصيده القلم. خلص حكينا ونشفت المحبره، شكتب قصيده وياكم مقصره. نشفت دمعي وبعد بيكم بوجه، يلتم بروح احساسكم وانثرى، اش ما يهب دخان دمع خيم، واشتعل وطفه وحير تم بعثره، بس قلت زينب رجف بيد القلم، شو تريد نكتبها انسبت يا ترى؟ الله الله. خلص حكينا ونشفت المحبرة، شكتب قصيدة وياكم مقصرة، نشفت دمعي وبعد بيكم بوجه، يلتم بروح إحساسكم وانثرة، اش ما يهب دخان أدمع خيم، واشتعل وطفة وحير تم بعثرة، بس قل الزينب رجب بيد القلم، شو تريد نكتب هنسبت يا ترى؟ عباس ما يقبل يمر حلم، يمجفن زينب ناصب السيطرة. الله. امتاع زينب كان شف وعبيد، راحت وهي حروفها مخدرة، يالمشترح جاب العقيلة بنحر، وين القغيرة تشبهك تنشر. الله. يالمشترح جاب العقيلة بنحر، وين القغيرة تشبهك تنشر. عباس عباس قلت اسمك حكي تبللت، غير انت شارب كل حكي حيدرة، الغيم ما يحكي بقفاك معطش، لسان طالع للنهر حذره، قل ابو فاضل نكت شفه ورجع، يعرفها زين جفوفه من يسطره، خزرة مشيته ترجف اكبر نهر،
منشف لها الطين والقنطرة، دمع اللي يطيح ببابكم ويفتخر يم جفن زينب دمع لازم سرت. الدمع يم شمات فشل الجفن، كشخة الدمعة تطيح بالمقبرة. جدم اللي يتيه الدرب ما لذنب، القلم يمشي بصايت المسطرة. صح الله. عباس الله. جدم اللي يتيه الدرب ما لذنب، القلم يمشي بصايت المسطرة. عباس سولف سولف عجر كم نحر، ما راد يكسر للنهر خاطره. عباس سولف عجر كم نحر، ما راد يكسر للنهر خاطره. قال للنهر شو تريد؟ قال له العطش. الله الله. عباس سولف عجر كم نحر، ما راد يكسر للنهر خاطره. قال للنهر شو تريد؟ قال له العطش. قال له اشرب جفوف وشرب كبره. للفقرة شف عباس ديرة خبز، وقت العطش عباس غيمة مطرة. يشتعل الغيظ الشاف ليته رمح، أقبال النخاء لا يشتعل مبخرة. الله. هيا قلم شو تقول؟ أكمل بعد؟ قال لي اختصر. قلت له ارتج المعذرة. قال لي قلتها وياك بأول شطر، شكتب قصيدة وياكم مقصرة. الله. عباس كان أجمل قصيدة صدر، ما بيعجز عباس كيف ينقر. الله الله عليك، احسنت. فدول عمرك يسلمك. حكينا قلنا شباب وين يروحون من المنتديات؟ ماكو. زين الشعراء الكبار وين يروحون؟ انت ايش تسوي؟ والله انا اكتب حقيقه، انا عندي شويه حاله شوي خاصه، انا ما اكتب ورقه وقلم. زين اوكي، هذا العمر كله يعني. أنا ما أكتب ورقة وقلم، فاستغربت هذا الموضوع. أكتب بالمخيلة ويصفى، حق مرات قلت شلون، فأتعب بالحفظ بالمخيلة وأحفظ المخيلة وأقرأ بالمخيلة، والبيت اللي يروح أفضل الدور عليه بعد ما يجي. لا أنا عندي مبدأ، مرات يجيك تعرف تجيك فكرة أو موضوع أو أبيات، من أنا ما أقعد وما ألقى هذا البيت أقول مو شعر. ها حلو. إي مو شعر، لو شعر كان بقيت، لو بخير. فأتعب بالقصيدة، مستمر بالكتابة بالآونة الأخيرة أو بالسنين الماضية. ما عدنا إحنا ركوز معين بغض النظر عن المنتدى، ما عدنا مثل مهرجان الوجداني، مهرجان الكذا اللي هو تكتب على موتن. بالضبط، ماكو شيء ثابت. ماكو شيء ثابت، وهاي مشكلة حقيقة، إنه شاعر يكتب لازم تروح تسجل أو لقاء. بس أنتوا تكاسلتوا. ليش تكاسلتوا؟ إحنا كانوا شعراء بغداد بصورة عامة، يعني أنا ما أريد أقول شعراء العراق، بس وجهة نظر، أنا ما أريد أحاسب عليها، بس هذا واقع حال. يعني احنا دائما ما كنا نشوف التجمعات الشعريه الحقيقيه، نتجمع منتديات حقيقيه، مهرجانات كلها بمدينه الصدر. صح. هذا واقع حال، يعني ما يخفى على اللي ادى اطلاع بالشعر الشعبي. انتم اللي تكاسلتوا بهذا الموضوع. احنا تكاسلنا بهذا الموضوع، صار قلت لك صار كسل. ليش؟ لان اخذت غير طريق. والناس اللي لزمت موضوع المهرجانات قبل كان اللي يلزم المهرجان. لا لا، الناس تعرف وهاني هذا لا، ناس تعرف لها وتندلها وتحط الاسماء. فصارت عندنا مهرجانات قلت لك معينه، زادا على المنتدى. ما المنتدى تعرف ما كذيش الحركه، مجرد انه دعم ونسمح بالاذن مهند، يعني هاي مشكله يعني. تسمح شلبتوا والله مره من المرات 8 اشهر احنا ما قارين لو جينا 8 اشهر هو كان متعمد وبكت على عظيم الله شاهد، قال علي ما راح نقرا هاي الولاء، ده تحشى على الولاء. بالولاء تمام. لو جينا انا ورفعت وميث والعفو على النجم تحسين صباح، يعني الاسماء الاول 8 اشهر الله شاهد ما قارين بالمهرجان. سوى بها حلقه لحمزه الحلفي مع احترام الاسماء المهمه، سوى حلقه الجواز، سوى حلقه السم، سوى حلقه لعبد الخالق المحلى، سوى هاي قلت لك حلقه اسماء، سوى حلقه الجبار رشيد الف رحمه على روحه، ويجيب شعراء شباب. الذكرى السنويه عندنا ثابته مال افتتاح المنتدى. زين اعلن بوست بينا 8 اشهر والله لو شوف التعليقات، 3 اسماء من ولدنا ما اعتذروا على التعليقات، ادري تشلبوا، ادري ما ادري شنو، ادري بذول اعطوا فرصه للشباب. والله هو مسوي ما يقارب اكثر من 12 حلقه بالشباب. بعد من صعدنا بجينا النمسيه صعد على العظم قال بس قرب بالمايك، حكى بالمايك قال اخوان شنو تعليقاتكم؟ الولد صار 8 اشهر مقارب، وكانت متعمده انه ما يقرون 8 اشهر مقارب. 8 اشهر مقارب. شباب المدينة شلونهم بالشعر؟ شباب شبابنا ما شاء الله يخبلون،
بس قلت لك هل هاي العتهم اللي لما قلت لهم بابتهم تحركوا اكو اسماء تحضرك علاوي؟ والله تحضرني وخاف اذكر اسماء وغيره ينتكس الحقيقه يعني اسماء عندنا يجننون يعني خاف اذكر اسم واسم. تحياتنا لهم وكلهم على ايدينا طبعا تمام يعني ملتزمينهم. بعد نقول بالكواليس ناخذ فكره عن هذا الموضوع هذا انا خاد فقلت لك اسماء مهمه بالنسبه ان قلت لك تاخرنا خلينا نكون واقعيين بالنسبه لك على خلف متاخر بهذا الموضوع انه تواصل ما لنا فتره دراسه عندي الحمد لله خلصت الجامعه فتره عملي تاذيت بعملي كلش هواي يعني ثق تجيني دعوات محافظات ما اقدر اروح من عمل 12 سنه عقد وما تقدر تغيب يعني هواي امور باب رزقي هذا يعني. كلامك يعني محمد حسسني بانه اكو جانب تقصير كبير من علي خلف اي قلت لك باعتراف انه من يجي شخص ويطالبني يقول مثل جمهورك يريد اكيد يعني انا اكون مقصر. الموضوع الثاني قلت لك انه مو اولويات يعني مو ذاك اهتمامي بالموضوع. دعوه احضر جديد عندي قصيدتي جاهزه الحمد لله وشكرا جديد وما عندي انا هذا حاضر يعني والحمد لله ماكو مهرجان انه صرت انه ليش جايبينه يعني الحمد لله اللي حضوري واللي مكانتي وبشهاده الناس يعني والذوق اللي تعودت عليه. منو اللي تحب تسمعه؟ من كل الاجيال من كل الاجيال يعني او خلينا نقول من كل جيل اعطيني اسم. من جيل تعرف انت هاي الاسماء اللي ما ممكن تعبرهم يعني كاسماء القاطع الفرح اكيد طبعا عريان هاي الاسماء جيل هو تمام ما ينكرهون على فكره وما تقدر تعبر لان هو انفردوا بموضوع كلمه لونه او هم صاحبين فضل. انا طبعا دائما احكيها اقول انه مو اسم معين صاحب فضل قصائدهم صاحب فضل على الخلف لان هي تعطيك الحافز وهي تعطيك الدافع بكتابتك. انا موضوع التاثر عرفته بهذا الشهر يعني تعرف انا مو ملم بالش يعني مو ملم بالشهر وانما ما محتك احتكاك قوي بالوسط الشارع. انا كنت ماخذ فكره التاثر شخص يتأثر بشاعر قبله ويكتب وبعدين يتخصص ويصير عدلون يعني ألف رحمة على روحك جبار رشيد. عرفت المعنى الحقيقي بأنه شنو يعني شاعر متأثر بشاعر برحيل جبار. هو هذا التأثر هذا الوجع يعني يا أخي تحسه يعني الموضوع كان عندي أكبر من أنه موضوع شاعراني متأثر بي انتقل إلى رحمة الله. لا كان موضوع أكبر بهواي أكبر بهواي كل تفاصيله كل يعني أخي نسمه هو شخص يعني ما غات له واحد لا منكره يعني والله صدمة بيومها ما أعرف والحتسة قبل كارس من قلت لك صارت الله يرحمه وصارت يعني شلون تلقيت الخبر؟ كنا بيهاني و ورفعت وصباح العتابي وعلي النجم كان عنده مهرجان اي ونزلت انا قرات اول واحد فمن نزلت صباح بو علي قال خاف يخابرونك ترى كذب الموضوع من انتكست حالته فسوحة كان صباح فجاي قعد خبر علي النجم قال لي ترى انا ما جيت المهرجان واقفك عبر شارع عبر لي عبرت الشارع بو علي بك لا قلت له هسه صباحي قل لي كذب قال لا هسه خابرني بوقت كانوا يوم احمد دراضي احد المقربين لي مرحوم جبار ورحنا للمستشفى تباوع على شنو جنازه وشنو موت هو صدمه الموضوع صدمه لا صفر مره يعني اني اكبر صدمات اللي انا تعرضت بحياتي انا يعني لا اعتراض على حكم الله الرحمة والخلود أكيد على روح المهم والكبير جبار رشيد بس المشكلة بينك وشخص بينك وبين نفسك ما تقدر تتقبل فكرة أنه ميت أنه مو موجود لا ما تنهضم ما تتصدق هي الفكرة ما تتصدق والله مو مبالغ على رشم ما هاضمها على رشم يعني قالوا ليش ما كاتب قلت ما أكتب أنا رجع أنا قريت قصيدته بالمهرجان مالته هو طلبها مني بوقت عدل كتبت له بوقت عدل يعني هو طلب مني مرجع من جرف الصخر ايش قرات له بالمهرجان قبل ما العفو مني جاء من امر لي
قاعدين بال عندنا مكان خاص بينا جزرة بالمدينة حديقة وفي شنو قاعد، وهو يجيب العلج ماله العلج هذا وباكيته ودالية يشرب. فقاعدين فتعرف مالتنا هاي الضحكة والسالفة هذا، فقلنا العمرة تمو سولك مهرجان، فقمنا نعدد له أسماء إنه نفشل المهرجان، شاف هاي مالتنا بالضحك. فبقينا نضحك ونسولف، واحد قال شنو سويت صدق هو فلزمني قال علاوي راح أروح لزرف الصخر بنروح الأولى قبل لا يستشهد، قال اكتب لي. قلت له شنو؟ قال اكتب لي بدحتي. فكتبت قصيدة نضافوا لها بس بيت بعد اللي هو من رحت بالأربعين ما قدرت أزوره من الناس حقيقة، يعني ما قدرت أزوره، ازدحام ونسوان وبنات. واحدة من النسوان قالت الخالة بفدوة بس هاي منها أخذ لي صورة بنتي فضاب بيها بيت، قلت له على قبرك مو سمع لا شفت شوف العين مو دودو على النسوان تدفع. الله قصيدة ما حاضرتني يعني، فقلت لك هي هاي ف موجود بمهرجان جبار مال مهرجان جبار ايه؟ اجيت بس سنت يعني مو بالبداية يعني حاضر. ما قرأت شيء؟ لا ما قرأت، لأن قلت لك ما هذا من موضوع حقيقة، لأن هو تعرف يوم السابع تقريبا صار المهرجان. احنا هاي سنة كانت سنة صعبة على الشعراء بصورة عامة، لأن وايد فقدنا حل عن صباح الهلالي، صباح الهلالي الرحمة عادل المحسن، عادل المحسن والمرحوم جبار رشيد الرحمة والخلود على روحهم. أكيد خلينا نسمع قصيدة أستاذ علي. قصيدة خادم قصيدة أتمنى إنه أحب إنه أوثقها بشرف ما ماخذ وضحها. قصيدة لباب الحوائج موسى بن جعفر، سمعنا كلهم أبواب حوائج. القصيدة بفضل الله الحمد لله تقريبا كملت بالضريح. قلت له يم بابك لقيت الحصرة دقت باب، إش ما تشتد بروح بحضرتك تبسط، أنت مرايتي الغيرك قفايا نطي، الله دمعت الغيرك من الطيح تشخط، يا شلال الكرم مجراك عكس الغيم، من تشفك ربك ما يك مسلط. يم بابك لقيت الحصرة دقت باب، إش ما تشتد بروح بحضرتك تبسط، أنت مرايتي الغيرك قفايا نطي، دمعت الغيرك من الطيح تشخط، يا شلال الكرم مجراك عكس الغيم، من تشفك ربك ما يك مسلط، اللي يعطش قطرة لك تندهل عين الغيم، تقول لي اشرب عواف بشفته تعصر شط، الله تواضع قبتك تنشاف شوف العين، الله تواضع قبتك تنشاف شوف العين، ضريحك يفترض على الغيم من ينحط، حيطان السجن كبرت بجالك ناس وسجانك بقيد افكارك مربط، آيا سجدتك كسرت متون القاع اللي هو كان بسجدتك يوقف محنط، الله وآيا دمعتك محرابك وشكواك، الصبر يركض الصبرك حيل ظل يفحط، بشباكك نذب حصراتنا ونرتاح، ويوم غيرك نحس من نحكي نتورط، ونجيب أسرارنا ومنك يغار البير، ونأمن ما نخاف البير يصنط، الحمام بحضرتك لو طلبه ينطمرات، ريش جناحه كان ببختك مشط، يا ابو كلمه هلا منين التفت لك باب، اجيك بحاجه كظ شباكك الشرط، الله الله الحمام بحضرتك لو طلبه ينطمرات، ريش جناحه كان ببختك مشط، يا ابو كلمه هلا منين التفت لك باب،
اجيك بحاجه اكل شباشك الشرط شافان مثل اريد اكل شباشك الشرط او قبل رفعه تجفوف تقول له خلصت روح بالله اطب فارغ واحس بجفوف خير الحط يا اول باب ينطب لا اعرف لله اي والله من بختك ربك مايك مسلط اعلك برسمك بنينا من المحبه اشتاف نشيع جناستك مو عجز صرت الله الله عليك الله طبعا شكرا للكميه هاي الشعريه اللي انا مشتاق لها يعني في دول مشتاق اسمع انا والله مشتاق لك وهاي فرصه سعيده حقيقه والله هم تطرقنا الاسامي معينه انا اليوم اليوم انا مطلق الصراحه فهم تحيه حب وتقدير واشتياق واعتذار للاحبه محمد خشين راد الفريجي كرار الحلفي انا مشتاق لهم كلش هوايه من الاسامي اللي دائما ما اقول البرنامج يحتاج اسامي على المدى البعيد في يوم لو استضافينا الشعراء من اول او كل الشعراء المهمين باول شهرين ثلاثه من البرنامج كان اليوم انا بقيت حاير وما لقيت علي خلف يكون ضيفي فدول عمرك يسلم هي المعادله على مود تكون واصله للكل يعني هاي الاسامي اللي اليوم احنا جوز حكينا بيها سوالفنا بيها بس تبقى اكو اسامي يعني ما تجي ان شاء الله كل الكل 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 ان شاء الله هاي دعوه حقيقه قلت لك اليوم مسؤوليتكم اول شيء صعبه حقيقه مهند يعني مو قدامك انا حكيها وراك كلكم مقدمين برامج مو هنا ومارين بخجل واحراج وهاي تفاصيل الوقت ضيق بس الشعر ما ينخاف عليهم ما ينخاف عليه دعتك الجاي شنو برايك للشعر الشعبي ان شاء الله خير لكن التوجه الصح واللي حكينا همين قلت لك بالكواليس انه لازم يصير الشعر الحقيقي باستمراري هو مستمر ودعتك المو زين هو مو زين اللي يطلع فتره ويروح هو بين راح بالضبط مقوله او كلمه دائما استذكرها اللي تحياتنا للشاعر الكبير جواد الحمراني تحياتنا يقول الشعر بهاي الفتره يصعد نجمه وصير سكته قلبيه مفاجئه بالشعر عنده ويموت قلت له شلون صار قال ما يلعب رياضه بالشعر قلت له شلون قال خليه يقرا قال بابا اقرا تحقق نجاحك لا تعتمد على سين من الناس او هاي جدحت خل نكتب مثلها او خل لا مالاتك كتابتك لونك مو اليوم وجت بس تجيك الفرصة الكبير طبعا جواد الحمراني يعني هذا من الناس اللي سبحان الله شايف اكو انسان انت ما يعني ما ملتقي به شخصيا بس انت تحس روحك تعرفه 100% هم قبل فترة بمهرجان هم كان للمرحوم جبار رشيد عصام كريم بصفي قرات فسبحان الله بقى يحكي لي تقريبا من بدا المهرجان او من قبل ما يبدا المهرجان لانه احنا جينا من البداية ظل يحكي لي على اخلاق وشخصية هذا الرجل المهم شعريا وانسانيا جواد الحمراني حياتنا له فوصف لي فد وصف لحد ما حسيت روحي انا اعرف هذا الرجل 100% واذا ما بمجرد ما شفته حسيت روحي لا ظالمه هذا رجل بعد بيه من 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 الطيب الشيء الكثير يعني ايش قد ما تاخذ عنه فكره طيبه لا هو بعد اطيب من الفكره اللي اتحطها ببالك تحياتنا له تحياتي للشاعر الكبير جواد الحمراني قصيده انا خاتم قصيده تكررت اللي انا تعبك بالقراءه لا اليوم. بالعكس في ذول عمرك تونس اليوم الله يعزك قصيده حوار وهاي هم من القصائد اللي ما اخذت مساحتها تعرف محرم اكثر شيء مهرجانيه فمرات انا شوي اميل للدمعه لان احنا قراءاتنا تصير ما بين المهرجانات والمجالس المجلس تحس به اقرب نعم لان المهرجان عموم الناس جايبي بالمجلس ناس جايه على الخاص حوار النفس استخدمت ام البنين في ليله التاسع
تخاطب ولدها أبو الفضل العباس سلام الله عليه تقول أخاف أشعل شمع والليل خلق يطول وخاف يطول بعدك والجرح يطمع. الله. أخاف أشعل شمع والليل خلق يطول وخاف يطول بعدك والجرح يطمع طاريك يمر والدمع خمسة وكات أقوم أتوضى باسمك والجفن يدمع أنا أمك ولول بكل شي لك بالبيت أهز بشفة عين كل شي ما يطلع. الله. أنا أمك ولولي بكل شي لك بالبيت أهز بشفة عين كل شي ما يطلع شنو ما مش خبر بريحة العباس شنو ما مش خبر بريحة العباس بيترتاح روحه وبالنفس تقنع أعثر بالنفس من يمر ذكرك ريح ويكن نفس روحه بغيبتك تطلع هجم جيش الدمع عجفن يا عباس وطبول الجروح بلا ملح تقرع عفت بيه جرح ومنين ما لاقيه جاي ولام بيه منين ما يطلع الله يقرأ الفاتحة كل من يمر بكفاي أو ينزل صبري يكتب عجفن يتبع دخيلك يا نفس آك أخذ صوت وياك ودي لأبو فاضل غاد بالمصرع قل لأم البنين تقول ها عباس يم حسين أريد جفوف تتقطع الله أو يم زينة بريد تصير خيمة فياي وريدا ما يكون بكل شبر تزرع وفكريجة بنهر عبد الله رايد ماي الله فكريجة بنهر عبد الله رايد ماي لا ينكسر قلبه وبالعطش يفجع وصيت والدك زينب تظل وياك وريد ان وسط قلبك كنت تتربع كان صغير بيها وكفل زينب ماي وشد راية قماطه وما قبل يرضى الله او يرد صوت النفس بريحه من عباس يم القمر راسك عن نجم يسطع وحك كل نسمه منك بيها رحمه تطوف وحك كل دمعه منك من تمر تشفع الليل بلا قمر ما يسوى عشر نجوم الله الطف بلا ابو فاضل كل شيء ما ينفع الله من شاف الشمس ما بيها قطره فياي وما مش غيمه للطف للعطش تفزع صرفا غيرته وعلى الخيم دن الماي ناشف بالعطش وبغيرته منقع كاف الليل زينب والنهار فياي القمر لو غاب عنه الفجر ما يطلع وسولفنك بعد قالت لا عباس رفعت راس عرف رباي بينبع هسه ارتاح قلبي وسكت بي النوح وريد الزهر اكون بكل خبر تسمع ظل عده طلب هاك اخذ للعباس وصيت والده بيها العمر ودع ظل بس الحلم حلقة وصل وياك قطعت بعشرتك بالحلم لا تقطع الله ظل بس الحلم حلقة وصل وياك قطعت بعشرتك بالحلم لا تقطع وابن خير ابن خير الجفل يبخل بدمع وياك لا والله اذا مو الى كل من هالجفل الله الله كنت ملهم مثل ما انت ملهم طول الفترة اللي يعني دوخك. عرفتك بيها وأنا كنت كلش سعيد بحضورك وتواجدك اليوم للأسف يعني شارفت الحلقة أو شارف الوقت على الانتهاء شكرا لتفانيك شكرا لحضورك شكرا لشاعريتك شكرا لإنسانيتك علي خلف ممتن منك جدا كلمة أخيرة أولا أوجه تحية حب لحضرتك الله يسلمك مهند أنت من الناس المثابرين ونجاحك تستحقه الله يسلمك ويا رب من نجاح لا نجاح الله يحفظك يخليك اتمنى الديمومة لهذا البرنامج شكرا لكل الكادر اتمنى جمهورنا استمتع اكيد وكنت خفيف الضي عليهم ونلتقي بخير ومحبه ان شاء الله ان شاء الله اعزائنا المشاهدين وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم انتظرونا اكيد بضيوف قادمين وحلقات قادمه من شهقة عشق تصبحون على مليون خير وفي امان الله